قال الحكمة اللي تعلمنا قال الحكمة اللي تعلمنا قال الصح اللي ورينا قالوا الصح اللي مرحبتين بكم هلنا وناسنا، مرحبتين بكم ديما طيبين، وندعي من المولى العالي على الخير ديما مجتمعين في أول حلقاتنا من سلسلة قالوا هلنا. التجارب مسارب، مشوها ناس وعطتهم الحكمة ولخصوها حكاية عمر كاملة في سطر سموه مثل. المثل حمل شالوه ناس وروه حكاية عبرة اتعلم أجيال، والبادي بنصيحة من هلك توعظك وتوقظك، يقول لك قالوا في الأمثال ويجبد الزينة تديرها تنجح، ويوقظك عالشينة وتبعد عنها وتنقذك. ليش تخوض نفس المسارب البعيدة الواعرة وعندك الحكمة في الأمثال واضحة تختصر بها تجاربك وتوصلك أسهل لدروبك؟ هذول هلنا مش بغير عزوة وسند وتد، هلنا تجاربهم حياة مع حياتنا، عون الطريق وزاد عمر في حكمة راس شاب باش يوصل المبتغى. ما قالوا إلا الزينة، فعلا هلنا ما يقولوا إلا في الكلام الموزون، الكلام اللي كله حكم، وأمثالنا الشعبية اللي نحن ما نقدروش نستغنوا عليهن ودائما المرجعية لهن. دائما المجتمعات واخدين الأمثال الشعبية كسجل وموروث ثقافي يتورثه الأجيال من بعضهم البعض، فدائما المثل الشعبي عبارة عن كلمات أو قصيدة أو بيت شعر. اليوم عنوان حلقتنا القيل والقال، واللي يقول لك قال عليك. وبعد نسمع القيل والقال نرجع لديننا الحنيف بقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا عسى أن تصيبوا قوما بجهالة
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. وكيف ما ديننا الإسلامي نهانا على هذه العادة السيئة، فدائما التربية الصحيحة يعني حتى الأبناء، نحن نتذكر زمان أبناء أبائنا وأجدادنا بعد يقعد في مجمع في مربوعة يقولنا ما تقعدوش مع الكبار عشان يتجنبوا أن نحن نوصلوا كلام أو نسمعوا كلام ونوصلوا بطريقة غلط. وفي مجتمعنا الليبي ما ننكروش أن أكثر المشاكل اللي تصير سواء في العمل وبين الأصدقاء وبين الجيران تلقى السبب الأول والرئيسي يقول لك فلان قال علي والله علان قال علي. وفي حتى بعض الحكم والحكم اللي ليهن وزنهن وليهن معناهن، في حكمة تقول حياة يقودها عقلك أفضل من حياة يقودها كلام الناس. فعلا كلام الناس لا دائما يفيدك ولا حينفعك في الحياة، فدائما اللي تسمع سواء أي حد يوصل لك كلام يقول لك فلان قال عليك والله سمعت من فلان، صدقني هذا الشخص انه هو نفسه يكون دواء عليك نفس الكلام كيف ما يقول لك اللي قال لك قال عليك. ما تسمع كلام في حد، ما تسمع كلام في حد، لو كان كلام ما يرضي، لو كان كلام ما يرضي، خذ نصيحة مني بجد، خذ نصيحة مني بجد، لي يقول لك يقول عليك. كان كلام ما يرضيك، خذ نصيحة مني بجد، خذ نصيحة مني بجد، اللي يقول لك يقول عليك، اللي يقول لك يقول عليك، ما تكسر بخاطر حد، صعب رأي لما تصد، ما تكسر بخاطر حد، صعب رأي لما تصد، ما تكسر بخاطر حد، صعب راهي لما تصد، ما تكسر بخاطر حد، صعب راهي لما تصد، اللي محتاج ويدمد، اللي محتاج ويدمد، كان أمل فالله فيه، كان أمل فالله فيه، كان أمل فالله فيه. توعد وانت فرحان ولا ترد وانت زعلان، لا توعد وانت فرحان ولا ترد وانت زعلان، ولا توعد وانت فرحان ولا ترد وانت زعلان، لا توعد وانت فرحان ولا ترد وانت زعلان، احسبها من قبل ترد واحسبها من قبل ترد، تخسر يا أخوي غوالي، تخسر يا أخوي غوالي، تخسر يا أخوي غوالي. We'll be right back.
واللي يدير الخير لا ما يشاور ولا في كل كلمة حق لا ما تناور واللي يدير الخير لا ما يشاور ولا في كل كلمة حق لا ما تناور وخلي حمل الود دي معامر وخلي حمل الود دي معامر علي صلة رحمك ربنا مواصي علي صلة رحمك ربنا مواصي علي صلة رحمك ربنا مواصي كان كلا ما يرضيك قول نصيحة مني بجد قول نصيحة مني بجد اللي يقول لك يقول عليك اللي يقول لك يقول عليك ما تكسر بخاطر حد صعبة راهي لما تصد ما تكسر بخاطر حد صعبة راهي لما تصد اللي محتاج وإيد مد اللي محتاج ويد مد كان أمل فالله فيه كان أمل فالله فيه كان أمل فالله فيه. وفي بعض الأبيات الشعرية يقول اللي حرفت القيل والقال إن جاك لا تأخذ كلامه اللي تطيح يا لا تنشال ويقول لك الريد السلام. انسى الطمع ينسى فقر الدنيا واخدم علي اساسك وجدد بنيا انسى الطمع ينسى فقر الدنيا واخدم علي اساسك وجدد بنيا انسى الطمع ينسى فقر الدنيا واخدم علي اساسك وجدد بنيا انسى الطمع ينسى فقر الدنيا واخدم علي اساسك وجدد بنيا انسى الطمع ينسى فقر الدنيا واخدم علي اساسك وجدد بنيا لبنان معينا